صباح الخير نور. يسعد صباحك. كيفك لليوم؟ تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشه الاخباريه السوريه ببرنامج صباحنا غير. يوم جديد وصباح جديد، ان شاء الله يا رب بيحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال للجميع، واكيد الانفراجات على كافه الاصعده. مشوارنا الصباحي بلش، رح نترافق نحن وياكم لمده ساعه ونص من الوقت، وان شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم. ان شاء الله يا رب. نحن دائما نتمنى مع بداية كل نهار هنهار يحملكم الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس. يمكن شوي الظروف صعبة على كل، الظروف الاقتصادية والمادية، لكن دائما عنا أمل أنه بكرة يكون أحلى. يا رب دائما الأيام القادمة تحملكم كل الخير والفرح والأمل. رحلتنا الصباحية بلشت فيها محطات عديدة من دمشق، وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا، لكن كالعادة خلونا نروح لفاصل نبتدي رحلتنا الصباحية. أما هلأ رح ننتقل لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هذا اليوم. خلونا نتابع. اليوم 17 أيار، كثير من الأحداث، قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخه، حيث قام بتحديث بعض القضاء على المماليك. في عام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية. في عام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا مع تأكيدها بقاء إيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة. من الوجوه التي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1940 عادل إمام ممثل مصري. ومن الوجوه يلي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 2012 وردة الجزائرية مغنية جزائرية. امبارح هايدي غيب الموت الراحل الكبير هشام شربتجي عن عمر يناهز 75 عام. محطات مهمة كانت إلى بصمة خاصة للراحل الكبير هشام شربتجي، شيخ الكار مثل ما بيحبوا يسموه كبار الفنانين. كان له تاريخ وباع طويل في رسم المشهد الدرامي السوري. خلونا نتابع محطات من حياته الإبداعية مع زميلتنا دينا عسا. المخرج الكبير الذي غيبه الموت عن عمر 75 عاما، من مواليد دمشق، ويعد من صناع نهضة الدراما السورية في 25 سنة الأخيرة. حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته. أخرج العديد من الأعمال التي لاقت رواجا كبيرا في كافة البلدان العربية، وتركت بصمة وأثرا لدى المتابع العربي، أبرزها مرايا، سلسلة عيلة 5 نجوم وثمان نجوم، يوميات مدير عام، جميل وهناء، بطل من هذا الزمان، والكثير من الأعمال التي كان آخرها مذكرات عشيقة سابقة عام 2017. أصيب هشام شربتجي بجلطة دماغية منذ عامين تقريبا أبعدته عن عمله في الإخراج، وبقي يعاني من أعراضها حتى وفاته اليوم. هو الموت يغيب مجدداً أحد صناع المشهد الدرامي في سوريا، ويرحل عنا جسداً، لكن أعماله ستبقى حاضرة في ذاكرة ووجدان محبيه. ولن ينسى السوريون أينما حلوا الدراما الذهبية التي صنعها. أكيد هايدي الرحمة لروح أكيد. الفنان الكبير هشام شربتجي يمكن هو له أثر كبير بالوسط الفني. العزاء لكامل أكيد. عائلته، للمخرجة رشا شربتجي ولكل العيلة. يمكن هو له أثر كتير كبير بحياتنا كلياتنا، بذكرياتنا، المسلسلات اللي مرت منذ الطفولة للكبر. ويمكن أهم الأعمال الدرامية السورية اللي انتشرت عبر العالم العربي كانت للأستاذ الكبير هشام شربتجي. أكيد. أما هلأ نور رح ننتقل مباشرة لأول فقرة ببرنامج
برنامج صباحنا غير، رح نحكي عن مرحلة الطفولة، من أهم مراحل حياة الإنسان، فيها بتتكون شخصيته يلي رح يكون عليها بالمستقبل، من خلال اهتمامنا وتركيزنا كأهالي كمدرسين كتربويين على إمكانية دمج هدول الأطفال بمجتمع ومشاركتهم بالعديد من الأنشطة من الفعاليات، من كثير من الأمور يلي ممكن تكسبهم خبرات تكسبهم مهارات تخليهم شخصيات فاعلة بالمجتمع. أكيد، ولما نقول طفل فاعل في المجتمع للأمانة هو يعني عنوان جدا عريض، لكن لنبسطه للناس ونعرف أهميته وأثره في تكوين شخصية الطفل وأثره في المستقبل بالمجتمع، خلونا نحكي عن هذا الموضوع مع الأختصاصية التربوية لينات يوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم، إنه نحن كيف ممكن ندمج أطفالنا بالمجتمع أكثر. خلينا بالبداية نوضح مفهوم المشاركة الفعالة للطفل بالمجتمع. أول شيء يسعد صباحكم. أكيد بالبداية خلينا نقول أنه أكيد نحن بنعرف سنة كلياتنا أنه مرحلة الطفولة هي من أهم المراحل بحياة الإنسان وبتأثر عليه، يعني هو إذا كان عم بيعيش طفولة منيحة بالنهاية رح يكون إنسان متطور وناجح، وإذا تعرض لأي أزمات ممكن يصير عنده اضطرابات أو إخفاقات بحياته. بالنسبة لموضوع التنمية، لموضوع المشاركة الاجتماعية للأطفال، هو شيء كتير حلو. أنا بالأول بدي أوضح للطفل أنه شو معنى هالمشاركة وشو الهدف من هالمشاركة. بدك تعرف أنه نحن بنقدر نشارك بالمجتمع من أجل تحقيق هدف معين، من أجل تطوير المجتمع. ممكن يكون هذا المشاركة من خلالي أنا كفرد واحد، ممكن يكون مجموعة، ممكن يكون مؤسسة. هدفنا الحقيقي يا أما نقدم دعم سواء بالرأي سواء بالعمل بالتطوع، يعني ممكن يكون بالتمويل، ممكن يكون بالأفكار، ممكن يكون بأشكال كتير عديدة. خلينا نوقف عند جمل ومفردات ذكرتية، خلينا نبسطها للناس أكثر. فضلي. لما أقول تطور المجتمع، دور الفعال للطفل، اندماجه بالمجتمع، خلينا نحكي بطريقة أبسط اليوم للناس. لما نقول هو من السنوات الأولى، يعني لما أقول معنات التشاركية المشاركة، خليني بلش معه من 5 سنوات. كيف بأسسها لأقول أنا أدمجه بالمجتمع خلي فعليا طفل فعال، إن كان بالروضة بالمدرسة بالنشاطات التطوعية؟ هلأ بما أنه نحن اتفقنا أنه مرحلة الطفولة هي كتير الأساس وكتير المهمة، فأنا بدي أسعى أول فترة من حياتي أني أنا والمجتمع اللي حوالي سواء الأهل أقارب المربية الأشخاص الموجودين الروضة، أنه نحن يكون في عنا أساس لنبلور الشخصية المستقبلية لهذا الطفل. كيف؟ أول شيء نحن منعوده على المشاركة والتعاون بينه وبين أطفال تانيين، يعني أنا كيف بقدر أني ألعب بلا ما أذي التانيين، كيف بقدر شاركهم بأكلاتهم برسماتنا، ممكن نشارك بلعبة معينة، منهم بتبلش القصة. نحن نعوده أنه أنت دائما خرج أنك أنت تتصرف بتعاونية، أنه أنت هدفك مو أنك أنت تحقق هدف واحد مشترك لحالك، بده يكون هدفك مشترك لحتى تقدر تعرف شو معنات المشاركة بالمجتمع. تمام. لينات، يعني بنشوف كثير من الاهالي بيقولوا لك انه مثلا ابني مو فالح بالدراسه، انه خلص يلجأ لمهنه او حرفه معينه بيكون اكثر فعال يعني بالمجتمع. هذا الشيء ممكن يكون من عمر صغير او ممكن مثلا عم يدرس بس بايام الصيف بايام العطل، هل هذا الشيء صحيح ام نحن ممكن ننطر لعمر معين ليكون الطفل قادر انه ينخرط اكثر بالمجتمع؟ حلو. هلا بالنسبه لهذا الموضوع، نحن وقت اللي نحن بنحدد انشطه معينه، هلا سواء كانت الانشطه ترفيهيه، سواء كانت انشطه صفيه، سواء كانت انشطه فنيه رياضيه الى ما هنالك، وممكن نحن نحدد انشطه حسب نوع البيئه اللي نحن قاعدين فيها او المنطقه. افترضنا نحن قاعدين بقريه مثلا، ممكن يكون في عندي انا شيء اسمه العنايه بالمزروعات، تنظيف بين الشجر، ري المزروعات، العنايه بالمواشي. صدقيني هذا الشيء في متسع كتير كبير انه يقدر يشارك هي الانشطه ويعكس يعني البيئه التفاعليه بالمجتمع. بالعكس هذا شيء كتير منيح، وكتير من الدول هلا عم بتطبق شيء نحن ان شاء الله نقدر نطبقه، انه مثلا نحن بيكون نحن مشهورين بمحصول معين او بمثلا ثمار معينه، بدرب الطفل من عمر 6 سنوات انه كيف تقدر تعتني فيها، نعمل احسن محصول احسن جوده بالعالم مع انك انت عم تدرس. انه نحن بدنا نحافظ على الشيء اللي عندنا ونطلع بالامكانيات الموجوده عندنا. بالعكس هذا شيء كثير ممتاز. طيب خلينا نحكي عن النشاطات اللي ممكن تقوم فيها الام بالمنزل بالسنوات الاولى لتعلم الطفل التشاركيه، لانه بنعرف مش كل الناس قادرين اليوم يحطوا اولادهم بعمر مبكر بالروضه، فيمكن بعض النشاطات ممكن نوعا ما تكسب هي الصفه على بكير عند الطفل. طبعا اكيد. هلا انا بعرف انه كثير بعمر صغير الطفل ما بيكون قادر يتحكم بالاشياء بشكل كثير حقيقي مثل الكبار. صحيح. لكن نحن من وهذا العمر بتقدري انت تعتمدي عليه او تفرجيه انه حتى لو انا قادره اجيب الغرض، فرجيه انه انت جبت لي هذا الغرض، ماما جيب لي هذا الشيء،
مامي عمل لي هيك وبرافو انت شكرا لك انك ساعدتني اليوم انت كثير كثير ريحتني انت انه بالغ شوي بالمدح هو لحاله رح يتعود انه يصير عنده المبادره يصير عنده الجراه انه يجيب هي القصه يعمل تعزيز فينا نقول العمل الايجابي عند الطفل لانه دائما بنشوف ردات فعل الام على العمل السلبي يعني صحيح. بتلاقي ردة فعل فالطفل لما يشوف ردة الفعل للعمل الايجابي مش قويه ما بيكرره تماما. يعني هون عم نحكي عن انه بدك تعززي وتشجعي كثير لحتى يصير في عندك مردود تمام. يعني حضرتك اختصاصية تربوية خلينا نوضح كمان دوركم بالمدارس أيضا كيف ممكن تكسبوا هدول الأطفال هي المهارات هي القدرات لحتى يقدروا يكونوا فعالين أكثر بالمجتمع ويتركوا أثر إيجابي. هلأ في عنا كتير نحن أنشطة فيها تكون أنشطة مباشرة أو غير مباشرة في عندك أنت من خلال المعلمة بالصف أو المربية أو الأشخاص المسؤولين عن الطفل بشكل عام مو ضروري تكون المعلمة بس أنه تعرف هي شو اتجاهاته شو الأنشطة اللي بيحب يعملها بحياته ممكن يكون عنده رياضة بيحبها حلو ممكن يكون عنده نوع من أنواع الآلات الموسيقية بيحب يعتمد عليها ممكن خيل ممكن يكون في عنده أفكار إبداعية أكثر ما نحن بنتخيل بالنهاية هو يعني كتلة من الطاقة حواليك فعندي كتير قصص أنت أكيد بدك تستغلي كل نقطة لحتى تقدري تكتشفي الابتكار الموجود عنده. طب شو هي أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي؟ يعني في كتير يمكن من التصرفات والأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي يمكن ما بينتبهوا إنه هي بتأثر على الصفة التشاركية أو الفعالة للطفل بدل ما يعززوها بتلاقيها بتقل تدريجيا من خلال ردات الفعل والتصرفات اللي ممكن هن معتبرينها تصرف عادي أو ممكن طبيعي. تماما مثل ما ذكرتي حضرتك هلا بيكون المامي بالبيت انه حابه انه تريحه او تفرجي انه انا كثير عم غلطك ودللك وما بعرف شو لا 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 ما تمد ايدك انا بجيب لك بده يشرب كاسه مي انا بجيب له بده يرسم الرسمه انا برسم له في عنده نشاط للبيت هذا انا كثير هلا موجود عندنا الحمد لله بالمدارس انه انت عمول شيء بالبيت ساوي مشروع بالبيت تيجي المامي بتعمله هذا الشيء كثير غلط انه انت بدك تحاولي تساعدي اوكي بس مو انه انت تشتغلي الشغله لانه هو اصلا بده يصير اتكالي وما عاد يعني الصفه التعاونيه بدها تختفي للاسف تمام. يعني كثير من الاطفال بنلاحظه من الصغر بيكون عندهم طاقات ابداعيه معينه عندهم مواهب مهارات ان كانت بالرسم بالموسيقى بالرياضه وبنشوف انه اهاليهم البعض بيحاولوا يدعموهم يشجعوهم اكثر كرمال يعني تنمى معهم هي الموهبه طبعا. خلينا نوضح دور الاهل المهم هون دور الأهل كتير كتير قوي لأنه هي بصراحة المكتشف الأول لأي طفل هو الأم أو الأب كتير أوقات حسب مين بيكون متواجد مع الطفل أكتر وأحيانا بتكون المربية بس حلو كتير أنه أنت تدعمي يعني حلوة النقطة الحلوة بالطفل تضوي عليها تشجع عليها أنه رسمتك حلوة أوكي فيها أخطاء أكيد بالنهاية هو إصابة الطفل في عنده أغلاط بس أوكي فينا نصلح أنت عم تعزف طريقة كتير حلوة عندك حركات لياقة بدنية كتير ممتازة مامي أنت رأسك بالبالي حلو عرفتي كيف أنه أنت بتقدري تشجعي حتى لو في اخطاء انت يعني قد ما بتشجعي قد ما بيعطيكي مردود احلى دائما بتحسي انه هو عم يلفت نظرك اكثر بده يفرجيكي انه انا اشطر انه انا اقوى انه انا فيني اعمل هيك. طب خلينا نحكي عن السنوات الاولى يعني باي سن فعليا انا فيني بلش تدريجيا خلي الطفل يشارك ب فينا نقول النشاطات اللي فيها تشاركيه تفاعليه تدريجيا تمام. هلا انا ما عم بالغ بس تقريبا من السنتين يعني انت بتقدري تقولي له انه العابك حطهم بالسله هذا الغرض لك حاول تطوي البوس الحذاء جرب انك كيف تلبس الحذاء هو كثير بيتعذب وبده يسترعنا بس انه يعني انه تدريجيا ببلش يعني كمان بنشوف كثير امور مهمه بالمدارس مثل منافسات بين مدرسه واخرى طبعاً. مسابقات ان كانت ثقافيه ان كانت رياضيه ان كانت علميه خلينا نوضح اهميه هذا الموضوع قديش ممكن يعزز له يعني ثقافه عند الطفل. هذا الموضوع له أكثر من بعد له أول شيء عنده بيصير عنده جرأة بيصير عنده ثقة بنفسه قادر على تحمل مسؤولية بيقدر أنه ينافس بيقدر يخطط للمستقبل بخلاله بياخذ معلومات وبنفس الوقت أنا بكون عم بعمل مثل أنه كيف بدي لك مكاسب للمجتمع اللي قاعدين فيه من الأبناء الموجودين يعني حلو انه ابني يكون عم يعرف يتصرف حلو يكون بيعرف انه شو هدفه من هاي المسابقه انا ما هدفي اني كسر راس فلان واسبق فلان لا لا اني اخذ معلومه وبنفس الوقت كلياتنا ننجح مع بعض انه نحاول نغير الفكره السائده تبع انه انت وبس وما في غيرك شاطر لا كلنا شاطرين وكلنا مناح وكلنا قوايا وبنقوى ببعض كمان اهم شيء ما نقارن يعني تماما طيب خلينا يمكن نحكي عن ثقافه اليوم التطوع
من بداية الأزمة لليوم نعرف قديش ثقافة التطوع منتشرة اليوم ببلدنا بشكل كتير كبير، والجميل مشاركة جميع الأعمار. يعني استضفنا خلال رحلاتنا الصباحية مع أصغر متطوع بسنوات الأولى لأكبر متطوع. أهمية اليوم العمل التطوعي بسن صغير عند الطفل، وعم نشوف جمعيات كتير مشاركة للأهالي، بتلاقي الأب والأم وابنهم مشاركين بعمل التطوع. قديه مهم في تعزيز هي التشاركية والدور الفعال لما نقول مشاركة الطفل بالمجتمع، قديش بعمل يمكن حتى بتعززه لوثقته بنفسه، بتلعب أثر كتير كبير على شخصية الطفل. كتير حلوة هذا الشيء الموجود هلا حاليا. نحن بنعرف انه نحن طالعين من ازمة وفي عنا مشاكل، بس كمان في عنا شغلات حلوة خلفتها هي المشكلة. نحن صار في عنا مثل ما ذكرتي حضرتك الفرقة التطوعية، لكن اهم شيء وقت اللي انا بدي اعلم ابني التطوع حلو علمه الوعي، انه انا الهدف مو انه انا عم اكسر نفسية ابني، لا بالعكس، حلو انه تكون روحك مرنة، حلو انك تعرف انه في انا في انه بقدر ساعد الاخرين، بقدر اني اقدم لهم مساعدات سواء كانت مادية او حتى معنوية او حتى جسدية، لكن الهدف مو اني اتقاوى عليهم، او اني بالعكس هدفي اني احقق منفعه لمجتمع، ممكن احقق منفعه لفرد معين. يعني كمان في كثير من المواضيع بتاثر يمكن على شخصيه الطفل. مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا لك انه بعض الاهالي انه خلص يسكتوا ابنه الصغير، ممكن يعطون الموبايل يسكتون بهي المواضيع. هل هذا شيء دي غلط اليوم انه نحن نلجا لهذا الاسلوب؟ ممكن الطفل يطلع متوحد، ممكن انطوائي، ما يقبل يحكي مع حدا ولا يقبل انه يعاشر الناس بالمجتمع. هلا خليني اكون واضحه، هو بالمطلق ما فيني اقول انا عن شيء انه هو سيء بالمطلق او هو كثير مفيد بالمطلق. نفس الوقت في ايجابيات اكيد، بس نفس الوقت عم هلا حلو اذا بدها تعمل هيك تكون حاطه وقت محدد، لانه بالنهايه هو اذا انتبهنا في كثير اطفال هلا بمجتمعنا، انا انتبهت على هي الفكره انه عم يحكوا باللغه الفصحى بشكل كثير جميل. صحيح بسبب المتابعه الكبيره. تمام، انه عم يتعلموا من الكارتون اللي عم بيشوفوه، لكن نحن وقت اللي بنعطيه فتره كثير طويله هو مثل ما ذكرتي حضرتك ما بيقدر يبتكر، هو خلص بوقف محله، انه خلص المهم هو يتابع الشاشه الصغيره اللي قدامه وما بده يقوم لا يتحرك لا يكتشف لا ولا يعمل ولا اي شيء حتى يخرب القصص اللي انا مرتبتها ما بده يخربها. طيب خلينا نحكي عن يمكن المشارك الاساسي مع الام والعائله بتربيه الطفل، لنحكي المدرسه، قديش كمان المدرسه بتلعب دور اليوم باكتساب هي الصفات للطفل خلال العمل التشاركي؟ يعني كلياتنا بتذكر لما كنا صغار قديش في اعمال كنا نشتغل فيها من خلال تنظيف المدرسه، بعض النشاطات والفعاليات اللي كنا نقوم فيها بالتعاون مع الانسات، هيدا الشيء قديش كمان بيلعب دور ايجابي، لانه اغلب وقت الطفل كمان مش بالبيت، يعني بتعتبري نصف الوقت الاخر يا بالمدرسه يا بالروضه يا باماكن اخرى، فيعني هي عمليه تشاركيه كبيره بالمحيط مع المجتمع اساسا. تماما. هلا حلوه انه نحن نعلم الطفل انه نحن الهدف من اي عمل تطوعي هو الهدف لنا هدف معين، هو الرقي بمكان معين، تطور بمكان معين، حل مشكله معينه. ممكن هلا انا اذا كنت انا منماي الفكره فكره التطوع بشكل جيد، قاعدين بمنطقه ممكن اي منطقه تتعرض لغباير لأوساخ بالحارة لأي شيء، هو من خلالي أنا يعرف أنه هذا الموضوع كتير بسيط، ممكن تجتمع أنت ورفقاتك وتلموا الحارة، ممكن تجتمعوا وتنظفوا المدرسة، هذا الشيء كتير حلو مامي، ممكن تعمل هيك ممكن تساوي هيك. لكن إذا أنا ما نميت هاي الفكرة صدقيني هو بده كل حياته يقعد، حتى عامل النظافة ممكن يعمل لي قصة أنه إيه هو ليكي شو عم يعمل أنا ما بعمل مثله، لا بدنا نعمل مثله، ليش هو شو عم بيساوي، لا نحن نساوي، بدنا نسعى نتطور، بدنا نلون قدام بيتنا، بدنا نحط زرايع، بدنا نشتغل. يعني هي التفاصيل الصغيره هي بتعطيكي، يعني كيف بدي اقول لك، هي بتكون اساس لشاب واعي. لكن نحن بكثير اوقات نحن بتغفل عيننا عن هي التصرفات. طب بيختلف التعامل بين ذكر وانثى فينا نقول ببعض التصرفات من خلال تعزيز هي الصفات، من خلال يمكن اوكال لما اوكل مهمه ليكون ذكر او انثى مختلف بتصير عمليه ولا لا؟ هلا بالنسبه للاطفال اكيد لا، لانه انا طبيعي ما رح اعطي وزن كثير ثقيل للطفل يحمله، فبالتالي انه هو ممكن يكون اي شيء بس انه بسيط، انه يعزز روح المشاركه عنده، يعزز روح التعاونيه عنده، يحس انه انا عم بعمل شيء، يحس انه انا ساعدت اللي حوالي. الغرض قد ما كان صغير رح تقدر تشيله البنوته او البيبي الصبي الصغير، يعني بس انه بالمراحل الاكبر اذا بالمراهقه اكيد هون وقتها بيكون في عندي قصص معينه، ممكن الشباب يقدروا يشيلوا اوزان، ممكن البنت تقدر تعتني بالنظافة والترتيب التزيين هي القصص. يعني في يمكن مجالات عمل كثير معينه بالحياه، قد ايه مهم اليوم نحن مثلا الاطفال لما نشوف عندهم اهتمام بشيء معين نوضح لهم عنه يمكن لبعدين ممكن يدخل هذا المجال.
طبعا اكيد. هلا نحن وقت اللي بنحاول اي شيء عم بيساوي الطفل ندور على الصفه الايجابيه قبل ما ندور على السلبيات، لانه وقت اللي انت بتنتقدي خاصه اذا كان هو اول مراهقته صدقيني ما حيسمع. يعني انت كل ما انتقدتي اكثر كل ما تعلق بالشغله اكثر، لا انت دوري على الجانب الايجابي بالقصه وضوي عليه، هو حبه وكان هو شيء مناسب للمجتمع اللي عايش فيه رح يستمر، واذا ما كان مناسب هو لحاله رح ينسحب بلا ما انت تعذبي قلبك ولا يشوفك صحيح. انك ضده ولا طيب يمكن اليوم بنحس دائما او بالمجمل كل الاطفال والصفات اللي بيكتسبوها هن انعكاس اليوم لبيئتهم او المجتمع او العيله او الاب والام، بس دائما بنلاقي الوظيفه الاكبر دائما على عاتق الام والمسؤوليه على عاطق الام. يعني اذا الولد طلع انطوائي الام تلام، اذا الولد طلع تشاركي كمان العمليه تختلف. قديش بيلعب دور الاب اليوم بتعزيز هي الصفات خصوصا التشاركيه؟ لانه بنعرف يعني الاب هو للولد هو المثال بيكون والقدوه، فمن خلال بعض التصرفات ممكن يقوم فيها الاب يعزز هي الصفات او العكس اليوم. هلا نحن عم نقول تشاركيه، فنحن عندنا اسره، الاسره مؤلفه من اب وام، الطبيعي انه يكون في تشاركيه كمان بالموضوع. هذا المخرج مو ضروري بالنهاية بالنهايه انه وقت اللي بيكون في عندي انا احد الابوين بتحسيه اجتماعي، فالولد بده يكون في عنده قدوه، القدوه رح تكون واحد من الوالدين صحيح. وقت اللي بيكون انا عندي حدا انه هيك كثير اجتماعي وكثير هيك فرفوش مع العالم او بيحب يتعرف وبيحب ياخذ ويعطي بيحب يفيد الاخرين، مو ضروري يكون الثاني هيك، بس انه حلو انه يتعلم الولد منه، انه حلو المشاركه. تمام. يعني يمكن ركزنا على دور الاسره على دور المدرسه بهذا الموضوع، خلينا نوضح بشكل عام دور المجتمع بكافه مؤسساته، ان كان بتقديم الرعايه صحية للأطفال، تقديم الرعاية التعليمية، تنمية أكيد. المواهب، هدول الأمور شو واجب المجتمع اليوم تجاه الأطفال؟ طبعا الواجب كثير كبير تجاه المجتمع، انه هي بالنهايه الاطفال هي اطفال هذا المجتمع، وقت اللي بدهم يكونوا اطفال ناجحين فهن رح يخدموا المجتمع، وقت اللي بيكونوا سيئين هن بدهم يدمروا المجتمع، لهيك العاتق كثير كبير عليهم. الهدف انه اولا كل مؤسسه تعليميه يكون عم تعمل واجبها تجاه كل طفل موجود فيها، كمان ممكن يكون عندنا الاهالي يكونوا مسؤولين عن الانجاب، انا وقت اللي بدي اجيب طفل بدي اكون مسؤوله عنه من اول ما بيخلق لحتى يصير راشد يكون انسان فعال ومناسب لهذا المجتمع ويقدر يفيد وطنه، ممكن انا يكون عندي من وقت اللي بيكون عندي طفل انه مثلا عندي بنت عم تيجي كل يوم من المدرسه او ولد عم يجي كل يوم من المدرسه، ما عليه اعطيه 10 دقائق يحكي لي مامي في عندي رفيقي جود عمل، رفيقي جود ساوى، فجاه اختفى رفيقي جود، طب وين وجود ماما؟ وين راح؟ ليش ما عم تحكي معه؟ ليه ما عم تحكي لي عن جود؟ ماما تقاتلنا انا وجود واخذت قرار اني ما بقى حاكي، طب ليش؟ قال لي انه قال لي كلمه ما منيحه. انت هون هي احلى نقطه واكثر فكره حلوه انك انت تفوتي معه تتدخلي بقراراته الاجتماعيه. طب قل لي ليش شو صار؟ انت برايك هذا القرار حلو؟ ما في حل ثاني نقدر نحل الموضوع غير انك تبطل تحكي معه؟ انه انت بتقدري من اي موضوع تفوتي بقراراته وتاثري فيه بلا ما تتدخلي يعني بشكل كثير مباشر بلا ضغط يعني تماما بلا ضغط. يمكن ذكرنا نقط عده نقاط مهمه اليوم في تعزيز الصفات الايجابيه عند الطفل واهميه اليوم تفعيل دوره بالمجتمع من هو وصغير، قديش فينا نحن نأثر بتربيته وعلى شخصيته. سابقا كنا نشوف ليش بنحكي عن الروضة والمدرسة، سابقا كان في بعض المواد اللي بناخدها بالمدرسة هي اللي بتخلينا نكتسب بعض المهارات منها، الاعتماد على النفس، الاعتماد على الذات، هي قديش بتلعب دور اليوم في تكوين شخصية الطفل؟ هلا اليوم ما بنشوفها كثير، سابقا كنا يمكن إذا بتتذكري هايدي هي المهارات إن كان فنية، تعليم بعض المهارات بسن معين لأسس أنا في تكوين شخصية مستقلة تعتمد على نفسها. هلا نحن اليوم الحمد لله في عنا دور الحضانه الموجوده، الروضات، المدرسه بسن معين عم بيكونوا عم بيساعدوا انه يعملوا اي مشروع، يعلموا الولد انه يكون تشاركي، يكون تعاوني، يكون فعال، هون عم يخلوه انه يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤوليه اي غلطه ممكن يعملها، وبنفس الوقت يكون فخور كثير كثير وقت بيعمل شيء حلو، وبيكون هو ما بدي اقول لك انه هو المسؤول عنه، هو جزء من هذا النجاح اللي صار. انه احيانا بيكون هو دعم للانسه برافو صحيح. تحفيز اكثر. يعني كمان قد ايه مهم اليوم نترك الطفل المساحه يعبر عن رايه، يحلل، يناقش يعني مع اهله مواضيع ولو كانت يعني شوي كبيره عليه، لكن الاهل ممكن يبسطوا له اياها بعدين، ممكن يقنعوا بوجهه نظر ثانيه كرمال يعرف هو يتعامل يعني بعدين بحياته الشخصيه او ان كانت العمليه.
تمام. هلا وقت اللي نحن بنكون قاعدين باي جمعه والطفل اللي بيعطي راي حلو انك تسمعي، حلو انك تشجعيه، في منهم بيسكتوا بيهمشوا الطفل. لا هذا شيء كثير غلط. يعني انت هون اول شيء ما عاد يجرب مره ثانيه يعطيكي راي، انت اول ما عطى راي حتى لو كان غلط ممكن انت تقاوميه بعد شوي تقولي له ايه حلوه فكرتك، بس لو كان مثلا انه ايه بدنا نروح مشوار، ايه خلينا نروح اليوم على مثلا على المول، ايه ماما بس هلا نحن بالليل ما فينا نروح ما فينا نجي، ايه نروح هلا على المدرسه، ماما بالليل ما بنروح على المدرسه بكره، ايه برافو بنروح على المدرسة. حلو انه حلو تقومي له الفكره بس مو دغري تقولي له لا نو ما في تكمل. صحيح اكيد اكيد. بالختام بدنا نشكرك، شكرا لوجودك معنا حبيبتي. شكرا كثير لك كينات، كل التوفيق حبيبتي. اما هلا هايدي خلينا ننتقل من عالم الطفل والطفوله لعالم السياسه وموجز لاخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلي علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا نور. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد دكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين أنه هناك إدراك بضرورة أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتجاوز الماضي. وفي تصريح صحفي عقب اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين لفت سوسان إلى الترحيب الكبير بوجود الوفد السوري في هذه الاجتماعات بجدة، حيث أعرب كثيرون عن أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك. وأشار سوسان إلى سعي العرب جميعا لأن يكون العمل موحدا يؤدي إلى تحسين الموقف العربي وإلى الاستجابة لمختلف التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق شمال البحر ووسط العاصمة الخرطوم. قال الجيش السوداني أنه وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات الدعم السريع نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات. وأضاف الجيش بأن عناصر من قواته نصبوا كمائن ناجحة ضد آليات للدعم السريع في شمال بحر، ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، فيما تم القبض والقضاء على عدد من القناصين. أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية فيغيني بريغوجين أن قواته في طريقها لإحكام السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية، في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال بريغوجين أن وحدات فاغنر حققت مزيدا من التقدم وباتت تحتل 113,000 متر مربع، مؤكدا بقاء مربع سكني وقطعة صغيرة من القطاع الخاص لإحكام السيطرة على مدينة باخموت، وأن القوات الأوكرانية تسيطر على أقل من 2 كيلومتر في باخموت. أعلن المرشح التركي في الانتخابات الرئاسية سينان أوغان الذي حل ثالثا في الدورة الأولى، أعلن أنه منفتح على الحوار مع كلا المرشحين للدورة الثانية، الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيلجداروغلو. قال أوغان الذي ترشح باسم تحالف الأجداد إنه منفتح على الحوار مع كلا المرشحين، وإنه سيتم اتخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيلجداروغلو، مؤكدا أنه حاليا لا يدعم أيا من المرشحين. أوغان الذي انشق عن الحركة القومية الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس أردوغان حصل في الدورة الأولى على 5.17% من الأصوات بحسب النتائج الرسمية غير النهائية. عودة الآن إلى نور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي. أما هلأ مشاهدينا بنتابع رحلتنا الصباحية لليوم، رح نحكي عن موضوع يمكن من 6 شباط إلى الآن تداعياته جدا كانت كبيرة وكل الناس عندها كثير من الاستفسارات، هو الزلزال. من 6 شباط لليوم يمكن هي الحادثة أو الكارثة الإنسانية مزروعة بذاكرتنا، لكن من واجبنا كإعلام نسلط الضوء على نقاط جدا مهمة، خصوصا أنه ناخذ المعلومة الصحيحة من المختصين اليوم.
اليوم عم نشوف للآن في بعض تداعيات الهزات البسيطة بالمناطق اللي تعرضت لهي الكارثة الإنسانية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع اختصاصيين. اليوم معنا طارق خالد المعيوف جيوفيزيائي وجيولوجي استكشاف وتنقيب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني كلمة الزلزال كلمة رددناها سمعناها كثير بتاريخ 6 شباط، هذا اليوم بصراحة ما بينتسى عند الكل. كان في كثير آثار دمار وخراب كثير كبيرة، ويمكن مثل ما ذكرت نور لهلا لسه عم نحس إنه في هزات ارتدادية ممكن خفيفة، ربما يمكن نحن أعصابنا لسه تعبانة أو ممكن في أمور جديدة. خلينا نوضح مع حضرتك بداية شو سبب حدوث الزلزال. الزلزال بالتعريف هو حركة مفاجئة، حركة مفاجئة بالقشرة الأرضية ناتجة عن تحرك الصفائح القارية، سواء حركة تصادمية أو حركة تباعدية أو حركة اندساسية. يسبب هذه الحركة للصفائح تيارات الحملان بالوشاح الأعلى اللي هو فرن نووي، تحصل تفاعلات للمعادن المصورة والصخر بحالته الحارة جداً بتيارات الحملان تؤدي لتحرك هاي الصفائح بقوة دافعة من الأسفل إلى الأعلى، تؤدي لحركة تصادمية بين صفيحتين أو حركة تباعدية أو حركة اندساسية، انغماس صفيحة تحت أخرى. الزلزال عبارة عن مثل ما حكينا حركة مفاجئة، حركة طبيعية، الأرض حية وتتنفس، والبراكين والزلازل هي تعبير عن هذه الحركة. أكيد. يمكن استضفناك سابقا أستاذ طارق مع بداية يمكن آثار الزلزال، وكان في دائما شائعات حول حدوث زلازل، وبعض مواقع السوشيال ميديا كان إلى أثر سلبي للأسف على الناس، والناس منا يمكن متحملة اليوم وجع تاني. لهيك نحن بنركز على الاختصاصيين أصحاب الاختصاص لناخذ المعلومة الصحيحة. خلينا نحكي اليوم دائما في أقاويل أنه ممكن يحدث زلزال آخر ممكن يكون بنفس الشدة أو أقوى حول المنطقة العربية أو ارتداده على المنطقة العربية. خلينا نحكي عن منطقتنا اليوم، هل هاي الشيء صحيح أو لا؟ مثل ما قلت ببداية حديثك هي أساساً ظواهر طبيعية، يعني ما فينا ننفيها بالمطلق، ممكن تحدث. من 6 شباط لغاية الأمس أو اليوم حصلت 8800 هزة. صحيح. 8800 هزة شيء طبيعي، تفريغ للطاقة وللجهد المتراكم بسبب تصادم الصفيحة الإفريقية والعربية والصفيحة إيران مع صفيحة الأناضول وصفيحة إيجا، موضوع عادي وطبيعي جداً. نحن ما بدنا ننشغل بموضوع التنبؤ. نحن بس هل متوقع هزات ارتدادية قوية أو زلزال جديد؟ الطاقة يعني هلا عم يحكوا عن زلزال جديد ممكن يكون في المنطقة، هل ممكن رح يكون في زلزال ولا لا؟ لأنه يعد زلزال 16 شباط هو الأعنف، يعني يقال أنه لا في السنوات القادمة حتى زلزال 6 شباط بقدر زلزالي قدره 7.8، الطاقة المختزنة والجهد اللي كان متراكم قد تحرر. ما بنتوقع حصول زلزال كارثي مثل اللي حصل. صحيح. تمام. وحصلت مثل ما حكينا 8800 هزة، ما بدنا نسميها ارتدادية، هي زلازل أصغر لتفريغ الطاقة. لكن هل بمنطقتنا العربية أو بغيرها أنه وارد يصير زلزال؟ موضوع وارد، وخاصة بالصفيحة العربية هي جزء من الانهيار الإفريقي العظيم. صحيح. انفتاح البحر الأحمر، امتداده لمنظومة فوالق البحر الميت، صعوداً الشمال لمصياف، سهل الغاب، فوالق ريشية باتجاه الشمال السوري باتجاه صدع الأناضول، وعلى اليمين وعلى اليسار جبال زاغروس ومنظومة الفوالق في بين الصفيحة العربية والصفيحة الفارسية، على اليسار القوس القبرصي. هذا موضوع طبيعي جدا، موضوع عادي، موضوع يعني الأرض مثل ما حكينا حية وتتنفس. الطاقة الكبيرة إذا بدنا نحكي إنه كشيء مدمر، شيء مدمر غير وارد. يعني حاليا الهزات المرصوده هي 8800 هزه هي 4 أو 5 درجات وما دون، الارض عم تحاول توصل لمرحله الاستقرار. صحيح. لكن وارد باحدى حركات يعني تيارات الحملان الصاعده من الاسفل الى الاعلى، وارد بمنطقتنا وبغير وباي منطقه بالعالم. يمكن اجراءات الانسان ممكن يكون الى اثار
يعني على الأرض، يعني السدود مثلاً، السدود عم نشوف مثلاً السدود وسحب المياه من منطقة لأخرى بتأثر بطاقة الأرض، بتأثر على المدى الطويل طبعاً. مراكمة مليارات الأمتار المكعبة من المياه على بقعة معينة عم يأثر على توازن الطبقات والتوازن الاستاتيكي للطبقات طبعاً. له هو أحد أسباب في نوع من أنواع الزلازل الصنعية، هي اسمها الزلازل المتحرضة، صحيح، اللي منها أسبابها ممكن يكون تفجير إجراء اختبارات لبعض جيوش العالم، أو منها تخزين المياه خلف السدود، مليارات الأمتار المكعبة من المياه على بقعة صغيرة طبعاً عم يأثر طبعاً. تمام، خلينا نوضح أكثر شو هي أفضل مقاييس الزلزال من حيث الدقة. من حيث الدقة والمقياس المستخدم حالياً، هذا معلومة ممكن تفاجئ الجميع، هو مقياس العزم الزلزالي. لأن لو بنشوف أي موقع، شو بنقصد فيه؟ موقع متخصص الطاقة المتحرضة عن الزلزال عند بؤرته، العزم الزلزالي الطاقة المتحررة عند البؤرة الزلزالية، هي مكان الزلزال يقابلها المركز السطحي أو المسقط السطحي على سطح الأرض. هو طبعا تطوير هيرو كاناموري، طبعا اسمه لا يذكر، اللي آخذ الساحة هو مقياس ريختر، اللي حاليا ومن السبعينات لا يستخدم أبدا. مقياس ريختر طبعا إذا بدنا نبدأ، هو مقياس ابتكره تشارلز فرانسيس ريختر 1935، ابتكره من أجل صخور كاليفورنيا واللي بتكون زلازل ضحلة، فهو غير صالح لأماكن أخرى. تم تطويره لاحقا وبقي قاصر عن إعطاء قيمة صحيحة للقدور الزلزالية. تم فيما بعد جاء مقياس العزم الزلزالي MW أو ML اللي هو حاليا المستخدم. كل وسائل الإعلام وفي بعض الناس اللي بيتصدروا موضوع الجيولوجيا والكلام بالزلازل دائما خمس درجات على مقياس ريختر. ارتبط موضوع ريختر مع الزلازل رغم أنه تم إلغاؤه نهائي وغير معمول به أبدا. يحسب الطاقة المتحررة من الزلزال، تحسب بعدة معادلات. هذا اللي بيسألك عنه، يعني لما نحكي عن آلية قياس الزلزال وعم نحكي عن آلية حديثة لم يتم تسليط الضوء عنها، كيف يتم عملية قياس الزلزال من خلال العزم الزلزالي؟ مثل ما حكيت، قياس الطاقة المتحررة من الزلزال أو الحركة. كيف؟ يعني كيف يتم رصد المخصص؟ القياس عبارة عن محطة أو جهاز له حساسات طولي وعرضي وشاقولي، موصولة مع أجهزة للتسجيل تعطي تخطيط بياني. ريختر كان يعني لما نقول 7 على مقياس ريختر، هو السعة العظمى لأكبر موجة جاءت. العزم الزلزالي عبارة عن قياس للحركة اللي حصلت بالصدع، الطول والعرض ومقدار الحركة اللي تمت على الفالق والتي أدت لحصول الحركة. في عندنا مقاييس أخرى أدق، فينا نحكي على المقياس وكالة الأرصاد اليابانية، هو مقياس من 7 درجات، الواحدة منها هي شيندو، هو المقياس الأدق، يستخدم فقط في اليابان وتايوان. مرتبط هذا المقياس مع نظام إنذار مبكر خلال ثواني عبر الأجراس بالمنازل والبيوت والأبنية والمدارس. أجراس، صافرات إنذار، حالياً تطبيقات صافرات إنذار على مستوى البلد لأخذ الحيطة والحذر أنه بدأت الهزة. الزلزال ممكن تكون مدته بين 10-15 ثانية إلى 40، وتم رصد زلازل مدتها دقيقة ونص. ففي وقت كافي، ثواني وأجزاء ثانية ثمينة جداً، ممكن أنه الأشخاص المواطنين يتنبهوا. عم نحكي عن اليابان ومقياس لأنه إلى تاريخ طويل، يعني نعم، لكن مع الزلازل اللي هيك بتحس إنه مهيئين ودارسين، وحتى البيئة التحتية كلها مهيئة، بحس بأي لحظة عندهم مو بس كل المعايير. مو بس اليابان، هناك حزام النار يشمل دول كثيرة، من اليابان إلى ألاسكا إلى السواحل أمريكا اللاتينية، السواحل الغربية. نحن في سوريا وتركيا جزء من الحزام القلبي،
مو بس اليابان معرضة للزلازل اليومية، نحن بمنطقة نطمن الناس وبنفس الوقت نحن بمنطقة معرضة والمصادر متعددة. مصادر نحن معرضين، أنا عم أقول قصدي هنا المهيئين، يعني نحن ممكن الزلزال الأخير حطنا قدام خيارات واسعة للمؤسسات المعنية تكون مهيئة أكثر. اليوم إن كان عم نحكي مخالفات بناء، عم نحكي عن آلية، لكل حدا في له معايير خاصة. صحيح. مهيئين لأنه تم التعويل على ثلاث أمور. وعي الناس كيف أتصرف خلال الزلزال، لما تسمع الإنذار لازم تستجيب، كيف تحمي نفسك، كيف تخرج إلى مكان مفتوح. تم إلزام شركات البناء والمقاولات بكودات معينة، مواصفات معينة يجب الالتزام فيها ومحاسبة عدم الملتزم، لأنه أثبتت أنه في نسبة عالية من الشركات ومش ملتزمة، يعني نسب الإسمنت، نسب الحديد، الأوتاد، جدران القص، جعل القواعد أعرض من البناء. في كتير عوامل، تكامل عمل الجيولوجيين في اليابان أو بالدول المتطورة، تكامل دائم، تكامل عمل الجيولوجيين مع المهندس المدني الإنشائي. يعني كمان شفنا أستاذ طارق كثير من الناس يعني صار عندها في خوف من فصل الشتاء، يمكن رافق الزلزال اللي كان بست شباط كان في عواصف وأمطار كثير غزيرة، صارت الناس يمكن تربط الظروف المناخية بإمكانية حدوث الزلزال، شو العلاقة بيناتهم؟ هل فعلا ممكن يؤدي هذا الشيء له؟ ولا في أي علاقة، لأنه يمكن الهزة اللي صارت وقت الشتاء والثانية الارتدادية كمان لاحظنا أنه كان في عواصف ومطار. للأسف طبعا للأسف، يعني ترافقت منخفض جوي تماما، منخفض جوي قاسي مع الزلزال اللي حصل، بالإضافة لحملات ال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا للأسف يعني بعض الناس حبوا يتصدوا لهالموضوع عن عدم خبرة، عن عدم معرفة، بيطلع الزلزال ما حدا بيمون عليه أبدا، لا حدا ولا أي أحد يستطيع ضمان انه يحصل او لا يحصل. يعني ما بنقدر نتنبأ بعد فتره مع تطور العلم، ممكن العلم لحد اليوم لم يتوصل لاي طريقه للتنبؤ بالزلزال حتى قبل دقيقه او واحده او قبل ثانيه واحده من حصول ابدا. لذلك المفروض نحن يعني هلا ما قادرين نتنبأ بالزلزال، ف ولا مؤشرات. سابقا حكينا عن عده مؤشرات ممكن كان في طبعا، يعني في بعض المؤشرات، غاز الرادون، غاز الرادون، تغير مستويات المياه الجوفيه، يعني ممكن تكون المؤشرات موجوده ما يحصل زلزال، وممكن حصول الزلزال بدون هاي المؤشرات. نعود لألف باء علم الزلازل، بالتعريف حركه مفاجئه. طيب تاثير طبيعه الارض اليوم قديش بتاثر على فينا نقول قوة الزلزال؟ يعني تختلف فينا نقول منطقتنا العربية أو المناطق ولا لا، ما لها علاقة؟ حسب يمكن نوع التربة، بنسمع إنه في كتير يمكن أبنية كانت جنب بعض، وحدة وقعت الثانية لا، شو هلا بخبرك عن هلا بخبرك عنها. هي منطقتنا العربية مهيئة مهيئة جدا، والمناطق الأخرى ليست يعني بمعزل عن الزلازل. المنطقة المخلعة تكتونيا الآن كانت سليمة سابقا، حتى قبل وجود البشرية كانت سليمة، ثم تخلعت تكتونيا وحصلت الصدوع وحصلت. نحن للأسف على منطقة نشطة، منطقة مخلعة من شدة وجود الصدوع والفوالق. نحن بنعرف صدوع اليمونة، صدع سرغايا، صدع الأناضول، في صدع بالرطبة شرق سوريا، في صدع عند جبال عبد العزيز وامتداده مع العراق سنجار عبد العزيز، في صدوع عميقة جدا وكبيرة طبعا بالأبحاث السايزمية للاستكشاف والتنقيب عن البترول تظهر، يعني بتظهر كلياتها من يعني من اجراء افعال الانسان، اذا بنقول اجراءات اللي يقوم فيها. لا لا لا, لا 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 لا، هي من منطقتنا كانت قعر لمحيط التيتس العظيم اللي بقايا حاليا، عمليات تنقيب او عمليات استكشاف. لا لا، عمليات التنقيب ما ادت لهي الصدوع. لا لا ابدا، خلال عمليات الاستكشاف السايزمي تم استكشاف كشف صدوع جديده نحن ما بنعرفها، وصدوع كبيره وفي اعمق وفي اكثر، في عده عوامل. التربه بتلعب دور، يعني شفنا باحد التقارير اول ما حدث الزلزال قريه، يعني فينا نقول بخط تماس مع غازي عنتاب التركيه، ما شفنا بيت واحد نزل فيها، كان عم يحكوا عن رئيس بلديتها انه هي تلتزم بالمعايير البناء الصحيحه والتربه بتلعب دور. تمام، فقديش هي معلومه صحيحه؟ في من شوي حكيت انه يجب تكامل عمل الجيولوجي مع المهندس المدني الانشائي حصرا. في عندنا نوع من التراب
والصخور عند حصول اهتزاز او حركه تسلك سلوك سائل. يمكن عم يهتموا اكثر هلا بالموضوع، عم يصير في احصائيات او دراسات عن ظاهره اسمها تميع التربه عند وصول اشارات او موجات تسلك سلوك سائل، فالابنيه ما بتتدمر، الابنيه ممكن انه تقلب مثل ما هو من الاساس يقلب هيك. الارض اللي عم تحكي عنها ممكن تكون ارض صلبه مرت فيها، يعني الصخور اللي تحت هاي القريه الصخور عملت عمل ناقل، مجرد ناقل للحركة، وبالإضافة للبناء حسب الكودات والمعايير والمقاييس العالمية المواصفات المطلوبة بحيث أنه تقاوم الزلازل. تمام، خلينا نروح شوي لموضوع التوعية اليوم بحدوث الزلزال، كيف ممكن نتصرف، كيف نحن قادرين أنه نقلل الخسائر، نطلع بأقل عدد من الضحايا. الفترة اللي مرت من الاستقرار انه ما حصل الزلزال، الناس فكرت انه نحن مو زي مو مثل اليابان. بصراحه فينا نقول ما كان عندنا وعي، ما كان عندنا استعداد او تهيئه للموضوع. يعني نحن هلا بهي الفتره عم نحاول نضوي على هي المواضيع اكثر، ممكن ما تكون صايره كمان في كثير امور مثل البراكين او هي الامور ما تكون صايره، بس قد ايه مهم نحن اليوم نهيئ الناس عن هذا الموضوع، نعطيهم يعني خبره او مجال عن هذا الموضوع. نحن خلال دراستنا ومراكز الرصد الزلزالي بسوريا وغير سوريا نعلم طبيعة المنطقة، لكن بعد زلزال 6 شباط أصبح شأن عام، أصبح شأن عام، والناس صار عندها معلومات، صارت تعرف صدع شرق الأناضول، اليمونة، السلسلة التدمورية قد تكون أحد مصادر، نأمل أن لا يحصل شيء، لكن المصادر متعددة. التعويل على وعي الناس، الخسائر والضحايا تحصل بعد حصول الزلزال أكثر من خلال الهزة. حالة الارتباك والفوضى التي تحصل بعد الزلزال هي اللي بتزيد عدد الضحايا. بالتوعية ممكن يكون بالوعي، ممكن أن نجعل الخسائر المادية والبشرية صفر. الوعي، تحمي نفسك، تحمي رأسك خلال الهزة، ما في داعي للتصوير الأغراض ووضعها على الحالة، بتغادر المنزل إلى مكان مفتوح، وعدم البقاء مدة طويلة على السلالم يجب، يعني هي ثواني وأجزاء ثانية من حلاوة الروح الواحد المفروض يغادر فورا. حماية الرأس، حماية الأطفال، الأغراض الثمينة تكون جاهزة، ما يعني ما في داعي يكون في تريات وأمور معلقة، ممكن بهزة بسيطة ممكن ما يكون زلزال أنه تسقط علينا وتكون سبب خطر. التوعية في حال الشركات والأشخاص حبوا يبنوا، أطلب من المهندس الإنشائي بناء يقاوم الزلازل، والمهندس الإنشائي يجب أن يكون على دراية بالمنطقة محلياً لوكال والجيولوجيا الإقليمية للمنطقة. صحيح. أكيد بالختام بدنا نشكرك الجيوفيزيائي الأستاذ طارق خالد المعيوف على كل المعلومات اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. شكرا كثير. شكرا كثير لك، نورت صباحنا. ومكملين مشاهدينا بمشوارنا الصباحي، أما هلأ لمحافظة السويدة، وافتتح فرع اتحاد شبيبة الثورة المركز الشبابي للفنون بهدف استقطاب المواهب الموسيقية والفنية بكل أنواعها ودراستها أكاديميا. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي مع زميلنا شام حمدان. بعد نجاح تجربة الأنشطة التربوية، افتتح فرع اتحاد شبيبة الثورة في السويداء المركز الشبابي للفنون، والذي سيكون نواة حقيقية للموسيقى بشكل خاص والمواهب الفنية بكل أنواعها بشكل عام لدراستها أكاديميا واستقطاب المواهب وتنميتها وتطويرها والانتقال بها إلى مستويات متقدمة. افتتاح مركز شباب للفنون اليوم دور منظمة تربوي وسياسي وعامل استقطاب هؤلاء الشباب. اليوم من خلال افتتاح هاي تلك المراكز نعمل على استقطاب هؤلاء الشباب وعلى تأطيرهم، نعمل على أن يكون نواة حقيقية ورافعة لهؤلاء الشباب من خلال هذه المراكز الفنية والرياضية. وكانت باكورة انطلاق هذه المراكز اليوم من محافظة السويداء. في تجربة كانت لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة بمحافظة السويداء هي افتتاح مراكز الأنشطة التربوية. هي كانت خطوة أولى لأنه نتوسع شوي بمراكزنا مشان تكون أو تستهدف أكبر شريحة ممكنة من شبابنا في هاي المحافظة. القادم راح يكون في توسع أفقي بالنسبة لمراكزنا. نوجد هذا لاستقطاب هذه المواهب ودراستها دراسة أكاديمية.
والدراسة الأكاديمية بتقدمه يوما ما لدراسة بعد يوم بعد مرحلة الثانوية ليدرس حالي بالمعاهد العالي، بالمعهد الموسيقى، معهد التمثيل، فهي الفرصة الأولى اللي بيقدر يأخذها بالمركز. فرع شبيبة السويداء يسعى للتوسع الأفقي في المراكز الفنية والتعليمية لتشمل عددا من القرى والمدن والبلدات على مستوى المحافظة، مع العمل على إدخال نشاطات أخرى لاستقطاب كل المواهب وتنميتها. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. وكاميرا الإخبارية بتنتقل من السويداء لحما، وتحديدا مع احتفالية بمناسبة عيد الشهداء. الاحتفاليات مستمرة بعد مرور عدة أيام على هي المناسبة. خلونا نتابع التفاصيل مع زميلنا علي شحون. احتفاء بعيد الشهداء وعرفانا بتضحياتهم، أقيمت احتفالية فنية وثقافية وشعرية تضمنت فقرات عبرت عن قيمة الشهادة والشهداء، قدمها مجموعة من أبناء الشهداء والجرحى، وذلك على مسرح ثقافي مدينة سلحاب. دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، أقل من الواجب أن نقدم لهم حفل بمناسبة ذكرى عيد الشهداء. قدمها مجموعة من أطفال أبناء الشهداء، فقرات مميزة ورائعة. لا نثبت للعالم كلياتها أنه نحن سوريا راح تضل صامدة، وكل هذا عربون لدماء الشهداء اللي راحت بجراء هالأزمة، وإن شاء الله يا رب سوريا راح ترجع وما راح يصح إلا الصحيح. هؤلاء الشهداء اليوم أثمرت اليوم دماء شهدائنا الأبطال لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ويكون هذا جزء من رد الوفاء لدماء الشهداء. طبعا أطفالنا هم كما قال السيد رئيس بشار الأسد، بقدر ما نزرع بذور صالحة نجني ثمارا ناضجة. سوريا شاركت بفقرة وطنية ومبسوطة كتير كتير، رقصة وانبسطت كتير كتير، الله يرحم الشهداء. كما تخلل الفعالية كلمات تحدثت عن قصص البطولة التي خاضوها دفاعا عن وطنهم وكرامة شعبهم. حضر الاحتفالية فعاليات اجتماعية وتربوية وشعبية. علي شحود، الإخبارية السورية، حما. ونرجع للمواهب، لكن هلأ نور بطرطوس. وبرعاية وزارة الثقافة أقام مجموعة من الشباب الموهوبين عرض مسرحي على خشبة المسرح القومي بمدينة طرطوس. تفاصيل أكثر خلونا نتابع. في حارتنا ناتاشا هو عنوان العرض المسرحي الذي قدمه مجموعة من الشباب الموهوبين على خشبة المسرح القومي بمدينة طرطوس، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقى. اشتغلنا على الفكرة نحن ارتجالات يعني، وطلع معنا هذا المسرح تنضوي على بطريقة المسرح يعني، وكان في تعب كثير للأمان والشغل يعني، والحمد لله إن شاء الله يكون النتيجة واضحة يعني، إنه يكون في عرض وفي حدث وفي نهاية يعني. حبينا نعمل شيء بهي الاختصاصات المختلفة، المعهد نروح لمحل نبني بهي الفكرة ونجرب لنوصل لمرحلة أول شيء الجمهور يستمتع ويتنفس وينبسط، وبنفس الوقت نوصل فكرة حلوة. حكاية شعبية يعني بدنا نقول، هيك بتحكي عن يعني عن المجتمع بشكل عام يعني، ما أنا عم حاول السرسرة نقل الحكي، هدول الأشياء اللي ممكن تصير. سوينا ورشات واشتغلنا كثير عن المسرحية، وهي من أحلى المسرحيات اللي انعرضت بطرطوس، والكل عم يحكي هيدا الشيء، وكثير مبسوطين إنه إحنا شاركنا بهاي التجربة اللي كثير حلوة. حضور جماهيري كبير خلال أيام عرض المسرحية، والتي تميزت بطرح بعض القضايا اليومية في المجتمع بطريقة كوميدية. عمل كتير حلو، والشيء المميز انه المسرح كل يوم معبى بطرطوس، وهي بادرة جديدة وظاهرة جديدة عندنا بطرطوس. متعوب عليها، والشغل كتير ممتاز، والكادر كلياته بشكل عام عن جد عم يشتغل من قلب وضمير. بجننوا على المسرح كلياتهم سوا، الجو كله بجنن، وفكرته كمان كتير رائعة. هني عاملين فرقة صغيرة اشتغلوا كتير كتير منيح. خشبة مسرح طرطوس مستمرة بتقديم المواهب في الإخراج والتمثيل، وصولا للديكور واستثمار المسرح حتى في الكواليس، لإنتاج أعمال مسرحية تستقطب الجمهور من كافة الأعمار.
محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما نهاية تقاريرنا لليوم هايدي مع أكلة ديرية، الكباب الديري، لكن هالمرة من دمشق. فالعم أحمد دار بهي الأكلة العديد من المناطق والبلدان لأنه كانت مصدر رزقه إله وعائلته. خلونا نتابع التقرير بالمادة التالية. الكباب الديري هو الأكلة الشعبية التي تتميز بها دير الزور وريفها عن بقية المحافظات السورية، وقد ورث الأبناء تحضير هذه الأكلة عن آبائهم وأجدادهم. أصل كلمة كباب يعود إلى كلمة كبابو، وهي كلمة آرامية سورية، ويقصد بها الحرق أو التفحيم. احنا بالنسبة لكباب الدير احنا النبي تاريخي، أنا أخوي من الأربعين بي، أنا سلمت منه بالسبعين 1970 لغاية 1978 طلعت على بغداد، اشتغلت ببغداد لحد ما صار بي مشاكل بالعراق، طلعت من بغداد على الكويت من 21 من 91 لل 21 والحمد لله، يعني انه ناجحين بشغلنا وانه زبوننا وانه تاريخنا وانه اكلنا. طلعنا على المدينه المنوره انا وولدي، فتحنا بالمدينه المنوره اكثر من سلسله مطاعم، ندير اداره 12 جنسيه 220 عامل والحمد لله. بس جينا على وطننا لان الطير ايش ما عله مرجوع على الارض، واحنا سوريه هي امنا وهي ابونا وهي وطننا. الكباب الديري يتميز خارج القطر وداخل القطر. احنا طلعنا على المدينه المنوره، فتحت سلسله مطاعم، انا كنت مدير سلسله مطاعم، والحمد لله فضل من الله تميزنا، حتى امير المنطقه والضيوف الزباين عندي يعني الحمد لله. وهون بالشام اهل الشام ما انه ما اكله غريبه عليهم، بالعكس عجبهم فيها ومميزه كثير بالشام. يعني يتميز الكباب الديري عن غيره بنكهه اللحم القويه، حيث يتكون من اللحم والملح مع القليل من البصل، ويتم فرم المكونات على السيخ وليس على ماكينة الفرم الآلية، ما يعطيه لذة أكثر في التذوق ويجعلك تعتاد على طلب هذه الوجبة باستمرار. بالنسبة للكباب الديري يعتبر هو الأول بالنسبة للمنطقة الشرقية كامل. أي احنا كبابنا يعني الحمد لله له مميزة لأنه اللحم تازة، ونثرم قدامه زبون وعصيخ خبز حار مع المقبلات. أنا مقترب من الكويت وجاي هون سياحة على سوريا، والأكل أنا جربته قبل هالمرة، الأكل تبعهم يعني ما شاء الله كويس كتير كتير. كباب الديري أول شغلة أنه تجي اللحمة تبعته مضبوطة تمام، والشغل تبعه مضبوط. يعني دائما الأكلات السورية من أشهر المأكولات يعني، والطبخ السوري كتير معروف جدا يعني، فحبينا وانا مع انا ورفيقي اللي في هون كباب ديري، وهو صديق من الدير، وهو طبق كتير شهي يعني وظريف من الاكلات المشهوره في الدير، فحبينا نجرب هون بالمطعم لانه كتير مشهور يعني، فحبينا ندوق ونجرب الاكله. الكباب الديري لاقى رواجا واقبالا كبيرين في الفتره الماضيه، ليس فقط داخل سوريا بعد انتشار عده مطاعم تقدم هذا الصنف، بل وصلت شهرته لبعض الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والسودان، ويطلقون عليه الكباب السوري، كما أصبحت المطاعم المختصة بتقديمه قبلة للكثيرين من الذين يحبون هذا الصنف في دول أوروبا كألمانيا وتركيا والسويد والنمسا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مصلحتي هذا باب رزقي، وعامل علمت حتى أولادي فيها، أولاد أولادي فيها، لأنه رزقي هذا والحمد لله. هذا يشتغل أبو سعد ابني، وهذا ابنه يشتغل، وهذا الثاني ابنه، يعني المصلحة الحمد لله أنا مشتغلينها وإنها اسمنا. من الطفل وأنا فيها أخذنا أبن عن جد يعني المصلحة، والله شيء مرتب، شيء طيب طيب يعني، مو مجامل يعني، شيء طيب اللي بتمنى حدا يجي ويجري. والله بنجي على المطعم انه في نظافه وفي خدمه
والحمد لله الأكل طيب وآية الرزق إن شاء الله، الله هيك يبارك لهم فيه يا رب. دائما بقول لبابا إنه يجي ياخذنا لهون. للكباب الدائري ميزة تفرد بها عن باقي الأطعمة كونه يناسب جميع الأعمار من الكبير للصغير، وله أنواع عديدة منها كباب الباذنجان وكباب الكمأة وكباب الدقة. ووصلنا معكم لفقرتنا الطبية الأخيرة، رح نحكي عن مشكلة شائعة جدا اليوم بارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف والشوب. منشوف كتير من الناس بيعانوا اليوم من موضوع التعرق، ربما هذا الشيء ممكن يكون أمر طبيعي، حالة استقلابية طبيعية، لكن ببعض الأوقات ممكن يكون في فرط تعرق، وهون نور ممكن كتير يسبب أذى وإحراج للشخص. أكيد، ويمكن تعددت وسائل العلاج اليوم، عم نشوف طبيعه يمكن بلشنا بالصابون الكريمات، هلا مع تطور الطب عم نشوف البوتوكس له اثار ايجابيه. اليوم عم نشوف كثير من الناس عم تستخدم البوتوكس لتخفيف التعرق اللي ممكن يزعجها خلال فصل الصيف. لنحكي عن هيدا الموضوع اكثر، اهميه الوسائل يمكن السليمه لحمايه الاشخاص، معنا الدكتور احمد نسيب عرقسوس، استشاري في الجراحه العامه الصدريه والتنظيريه. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور، عم نحكي عن موضوع كتير مهم خلال هاي الفترة، كتير من الناس بيعانوا من هاي المشكلة للأسف. خلينا بداية نوضح شو يعني فرط التعرق، مين هنون الفئة الأكثر تأثرا بالموضوع؟ اللي هو التعرق، مش العرق بشكل عام، هي أحد آليات الجسم لتنظيم الحرارة وتنظيم السوائل بالجسم. صحيح. نحن نعرف الماء بالجسم بينطرح عن ثلاث طرق، طريق العرق، طريق التنفس، وطريق الكلاوي، عرفت علي شلون؟ فهي أحد الوسائل هي إنه الجسم ينظم اطراح السوائل هو العرق. شنو نحن بفرط التعرق؟ يعني نحن بنفرق شغلتين، في فرط تعرق مرضي متعلق او سنوي متعلق بامراض ثانيه، مثلا مرضى السكري، المدانه، مرضى فرط نشاط ضغط، بس ما فرط تعرق يعني بيكون مرافق لهالمرض هذا. وفي عندنا شيء اسمه فرط تعرق اساسي، شنو واحد بيعرق غير طبيعي بدون وجود اسباب مرضيه ثانيه، شنو نحن مثلا وصلنا الصيف هلا كل الناس تعرق، بس دول بيكونوا مصابين تبعون فرط التعرق. شنو حتى بالشتاء بتلاقي ايديه كلها ميه، شلون بطاطا وكذا. يعني اللي بنشوف مثلا مثل ما قلت، يمكن هي نسبه التعرق تختلف من شخص طبعًا لاخر. في نحن بنعرف هي عمليه طبيعيه للتخلص من السوائل عند الناس، بس في ناس بنلاقي في عندهم زياده، يعني بتلاقي الوجه مثل ما قلت الايدين، اما بنقول عندهم فرط تعرق او هي مشكله طبيعيه ممكن. لا مو قلت لك، يعني احنا الانسان كافي جسمه بتنظم عنده جملتين وديه ونظره وديه. شلون الجمله الوديه؟ هي جمله دفاع، يعني الواحد بيكون منفعل عم يطلع كذا، شو بتلاقي يعني نبضه بيتسرع، العرق بيزيد كذا. مرضى فرط التعرق هنا بتلاقي عرق بشيء غير ملائم، يعني الدنيا برد ما في شيء، ما له منفعل ما في كذا، بتلاقي بطاطه ايديه كذا. بتشوف في ناس حتى بتلاقي قبل ما يسلم على حدا بتلاقي عم ايده مرتبه، يعني بتلاقي بيمسح ايده بمحرمه وكذا، شلون لحتى انه يتخلص من العرق هذا. شلون الحقيقه هي مش نحن شائعه كثير ناس موجوده عندهم منها، شلون بس يتألمون بصمت، يعني ما يعني خجل كذا، بتلاقي منعزل عن النشاطات الاجتماعيه، ما يمارس فعاليته بشكل دائم. شلون مشكله كثير شائعه، شلون احنا وقت ما اجتمعنا على البلد لهلا، شلون يعني صرنا تقريبا في حوالي 1000 حاله، 1000 وشوي، شلون حالات عم فرط تعرق هي الاساسي، شلون بدون اسباب ثانيه، عرفت شلون؟ تمام يعني كمان بنشوف كثير من الاشخاص بفصل الشتاء كمان بيصير عندهم تعرق بدون اي مجهود، شو السبب هون؟ هذول من هدول يعني احنا يعني يا يكون في اسباب مرضيه مثل ما قلت لك، يعني مثلا مريض فرط نشاط ضغط، مريض قلت لك سكري، بدانه كذا، بتلاقي انه هدول عندهم متفارقه مع المرض الاساسي. في عندك فرط التعرق، في عندك حالات شلون الجمله الوديه بتكون عم تفقز زياده، يعني نشاط الجمله الوديه زايده، شلون هدول من في الاسباب المرضيه اللي حكينا عنها، شلون بفحوصات بسيطه وكذا، شلون ساعتها بنقول انه هدول فرط تعرق اساسي. يعني نحن شخصنا انه فرط تعرق اساسي، بنشوف نحن الفرط تعرق يعني كم منطقة عم يصيب، يعني في ناس مثلا بس بتعرق وشها، مثلا في ناس بس تعرق ايدها، في ناس تعرق اكثر مكان. عاده نحن في عندنا كثير تدبيرات، عرفت علي شلون؟ يعني هذا بيسالك عنه دكتور. طيب. العلاج يعني حنبلش نحن من ابسط فيه، شلون نحن علاج سلوكي، انه واحد يعني يحاول انه يسترخي، يخفف الستريس كذا، هي احد الشغلات. مش نحن بعد اليوم طيب صعب ماشي، الضغوطات الاقتصاديه والمعيشيه نحكي
الفعلي بعدها شو بعد ما احنا قلت لك فرط نشاط بالجمله الوديه شو احنا عندنا مضادات الجمله الوديه مثلا مثل اندوال كذا شو ممكن بلش فيها بشكل بسيط يعني احنا في شغلات موضوعيه مثلا مركبات الكلوات فضه شلون قصه شلون الالمنيوم نوع الجلد مثلا شلون في اكثر من مستحضر شلون وموجود كثير يعني وطني واجنبي والوطني كثير كثير فعال شلون ممكن احنا يطبق مثلا قبل النوم شلون المراهم تمام والصبح بتنغسل بخفف كثير بشكل موضعي بخفف كثير القصه تمام لا يعني ما استفدنا كثير مثلا لا بالدواء ولا بالمشيل موضعي شلون هنلاقي مثلا انه لا في مثلا ناس انه لا لساتها موجوده المشكله وما هيك في عنا بقى هلا هون شغلتين اطباء جلديه بيشتغلوها هي اكثر منها مثلا اذا كان فطر قباط واحد مثلا ببط واحد مثلا او يعني بايد واحد هيك شلون مكان واحد يعني شلون ممكن البوتوكس كثير كثير يفيد شلون البوتوكس هو زيفان يعني بشكل طبيعي ممكن يستخلص بقى بشكل اصطناعي شلون بينحقن شلون كثير استخدام شان تجاعيد بشان علاج شقيق كذا وله علاج فرط التعبق شلون هو بيثبت انه يعني الاتصال العصبي بالخلايا بين صحيح. بين الخلايا الوديه والخلايا العبقيه تمام الحديث الفكره وين بوتوكس انه عندك اول شيء ثمنه غالي شوي صغيره بس لازم صحيح. نحكي فيها الشغله الثانيه انه احنا البوتوكس مو دائم يعني بعد 6 شهور حتجي تريدي مره ثانيه بس ممكن الناس لانه بفصل الصيف تمام الحديث هلا نحكي الشغله الاهم من هيك مثلا حسب المكان يعني هلا انت مثلا بالايد مثلا هنطب بالايد في خلايا عصبيه كثير دقيقه فانت ممكن يساوي مثلا يعني تحدد بالحركات كذا شنو تطبيقه بالقبض كثير 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 جيد وكثير ممتاز يعني هيك انا بلاقي ممكن ياثر على بالقبض لا بالقبض كثير مثال بالايد على قبلك يعني لك انه انه الحل محزيته انه مثلا بالايد مثلا يطبوا بالوش مثلا اذا طبقنا على انفس كان في هذا مش ممكن يعني يغير بشكل تعبير الوش شو الحركة فعندي تطبيقه يمكن على القبض بيكون احسن شو طيب لا مثلا ما يعني ما استفدنا بوتوكس او نحن عندنا اكثر من مكان اكثر من يعني في فرط التعرق باكثر من مكان يعني دكتور هذا العلاج بيناسب جميع المناطق فينا نقول لا قلت لك مو جميع المناطق قلت لك انا لقط اكثر لقط اكثر شيء شو الوش مثلا ما فينا كثير مشان تعبير الوجه بالايدين ما فينا كثير نشتغل هلا بنجي على البعد منا مثلا لا نحن مشكله مثلا دائمه وموجوده شلون وما عم تنحل باكثر من مكان شلون هون بيجي دور الجراحه التنظيفيه شلون نعمل شيء في شيء اسمه خزع ودي صدري شلون خزع ودي صدري بالتنظيف اجراء يعني كثير بسيط وسهل شلون هلا احنا عم نتسوى الجنبين بوقت واحد ثقبين صغار بكل قبطة شلون عم نجي احنا نخزع الخلايا العصبيه الوديه العقد الوديه شلون اللي بتعصب الخلايا العرقيه اللي موجوده بالايدين بالباط بالوش تمام الحديث عمليه سهله يعني بدها خبره شو بس هي سهله يعني بالنهايه شلون المريض عم بالعمليه كلها بتاخذ ساعه بالجنبين يعني شلون وعم يعدوا بالمشفى 4-5 ساعات وبعد منها عم يتحرج يعني وهو مرتاح وامور تمام شلون عم يسكر مثلا سلبيه من احيانا بيصير فرط تعرق معاود يعني مثلا احنا المنطقه اللي عم نخزعها شلون هي من عند الصقه لفوق شلون فاحيانا في ناس بيصير عندهم فرط تعرق اكثر مثلا بالظهر شوي وتحت الصقه عمليه تصريف السوائل تمام هلا فتره صغيره لانه الجسم قلت لك يعني في اليات ثانيه حد ينظم السوائل والحراره مثلا مثل عندك انه قلت لك الكلاوي التنفس التنفس هو طرح اكثر الماء من الجسم وعطيه التنفس فالجسم بده فتره حتى ينظم بتاخذ هي تعويضي حوالي شهر ونص بس ترجع الامور الطبيعيه يعني شلون فهمت بتستمر دائمه هي العمليه هي دائمه هي عمليه دائمه شلون تمام هلا هي احد المحاذير المحاذير الثانيه شلون مثلا مريض قاعد بالمشفى اكثر او كذا هي مو محاذير هي يعني جوتينا شلون بس يعني الخبره بتخف كذا شلون بدها خبره شوي صغيره نحن لانه نحن بنعمل خزع بناخذ نحن نص العقده النجميه العقدة النجمية بتأثر كمان يعني مو بس الوش كمان على العصب بالجفن شلون فإذا واحد ما كتير خبرة مثلا ممكن يصير انسدال بالجفن شلون فهي فبدها خبرة بالمنطقة كتير شلون واحد يشتغل بدقة شلون هدول أهم شيء يعني شلون إنه التعويض شلون وإذا ما كان في خبرة لقدر أسترجل فهي أحد الشغلات بتلك كتير واعدة شلون وكتير جيدة شلون ويعني الحمد لله شلون على مدى 13 سنة شلون اشتغلنا حالات كتير مرتبة شلون الحمد لله مقطعين يعني وزملاء كمان عم يشتغلوا يعني شلون في ترتيب بس نحن مثل ما قلت لك يعني هي القصة بدها تعاون كتير بين طبيب البدن طبيب الجلدية طبيب الجراحة الصدرية شلون في حالات ممكن عن طريق العلاج تمشي حالها في حالات تحتاج انه لا بس بوتوكس وبقول بوتوكس كتير فعال وممكن يعني خاصة إذا منطقة واحدة في حالات لا بتحتاج خزع ودي صدري شلون حتى يكون إذا كان أكثر مكان شلون ومشكلة كثير مزمنة شلون تمام يعني بما إنه عم نحكي عن علاج بإبر البوتوكس فينا نقول إنه ممكن يكون في فحوصات أو إجراءات معينة نحن لازم ننتبه لهم قبل الحقن وبعد طبعا هلا نحن الفكرة الأساسية نحن قلت لك حتى نشخص أول شيء بنعمل وظائف دباق بنعمل إنه عندنا مشان السكر كذا هي نقطة نقطة ثانية سواء بدنا نحقن
بوتوكس او بدنا نعمل مثلا اجر، في شغلات بتساوي بنزف وتخصص وكذا شو ما تحقن الواحد يعني يكون انه المريض يكون فت يعني كثير جاهز انه تساوي له يعني تساوي له اجراء شلون بدون اي اثار جانبيه. يعني هي بالنهايه هي مشكله شائعه بس كفكره انه يعني هي شغله سبب تجميلية يعني تجميليه فالمفروض انه تنشغل يعني يعني بنايه اكثر شلون ظروف كثير ملائمه شلون يعني مو معقول انه مثلا والله فات يعني بوتوكس مثلا سامعه التحسس او كذا شلون والله يعني او لا قدر الله فات مثلا يساوي خزع ودي عمليه تنظيفيه سهله مثلا والله قلبت مواقع قصة. عادة ما قلت لك يعني الدراسة الصحة وتشخيص الصحة والتعاون بين أكثر من اختصاص لحتى تحط الاستطباب الملائم لكل 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 مريض يعني ما كل الحالات نفس الحالة عرفت كل حالة لها شغل عرفت فعادة بناخذ نتائج جيدة عرفت بأقل مشاكل وأقل أضرار. طيب خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة اللي بيوقع فيها الأشخاص يعني قبل الوصول لهي المراحل اللي عندهم فرط تعلق، شو الأشياء اللي لازم ما يقوموا فيها؟ لا مو بس لازم نقوم فيها لان احنا اكثر شيء هو الاسترس يعني الواحد يهدي الاسترس تبعته منه. الفكره الثانيه شلون يعني احنا انه يعني واحد سامع مشكله يسال يعني احنا كثير بتفاجئ انا ما اجيت انه نحكي اكثر من لقاء حكينا معكم غير انه في قصه إلى علاج مثلا هالقصه إلى حكي شلون في كثير ناس بعد فتره بتقول لك اه لو عرفان هالحكي هذا كنت سويت من زمان وخلص بهالقصه مثلا كنت رتبت امور شلون يعني بتخيل طالبه جامعه مثلا كانت هندسه مثلا طالبه هندسه مشاريع وكذا شلون تركت الهندسه انه هي كل ما بتفشي على الوقت شو اسمه بطلت اختصاص مثلا او واحد مثلا قاعد ببيته ما بيطلع بيسلم حدا انه كل ما بيسلم حدا بده يمسح ايده وكذا شلون يعني هي بتقول لك شائعه مش مخجله يعني مو انه في فيها خجل بس بده الواحد يكون في انه يعني عنده اطلاع شوي انه شو التدريبات وبنفس الوقت يحسن نفسيته يعني احنا الستريس معظم المشاكل هي اساسا من الضغط على الواحد المشكله المجتمع بيلعب دور سلبي يعني احيانا هو انعكاسات الراي الاخر كمان بتاثر للاسف يعني هلا انت كفكره مثلا انا يعني فتره اشتغلت طفله تمام 12 سنه حتقولي ليش يعني انا من حالات مثلا سن البلوغ بس هي بالمدرسه يعني فئات التنمر اللي صار عليها كذا شلون فحطوك المدرسه شلون حكينا زبطنا شلون على المراجع كذا شلون انه ممكن تشتغل شلون ترتيب معين مع اطباء تخدير ادوات اصغر شلون يعني حتى بس ما بدك يعني كثير مفتاح انه انا يعني طفله رجعت اندمجتي بالمجتمع يعني هي نحن كفكره هي قلت لك يعني مو هالمشكله الطبيه اللي كثير كبيره بس هي مشكله اجتماعيه ومخجله مخجله كثير فبدنا نتدبر لازم نتدبر صح لازم نتدبر صح يعني نحن كل شيء بفعاليات مساويه سواء مثلا عم بقول لك مشان مثلا فحص الصمى مشان الاطفال كذا الغايه منها انه نحن الشخص يندمج بمجتمعه بشكل طبيعي وبشكل سليم شلون باي مستوى يمكن دكتور بتاثر على كثير مجالات عمل بالحياه الاشخاص اللي عندهم تعرق بايديهم ان كان بامتحان معين او الشخص عم بيسوق سياره هدول الاشخاص كيف ممكن يتخلصوا من هي المشكله حكينا لك يعني انا اكثر نحن اكثر من تدبير بصير بس مثل ما قلت لك يعني نحن انه كفكره انه كل حاله تندرس بشكل جيد عشان حط اسطبابها صح شلون انا يعني انا ضد انه نحقن بوتوكس مثلا بالايد مشان فرط تعلق ايد شلون لانه قلت لك بصير تاثر على الحركات الدقيقه عرفت كيف بس اما لا انا مع انه مثلا ابط كذا الدكاتره الجلديه يشتغلوا ويظبطوا امورهم يعني بس نحن الحالات يكون في تعاون عرفت في شيء نحن لازم نشتغله في شيء هن بيشتغلوا وفي شيء بتدبر بدون ما اوصل لا لعندي ولا لعندهم شلون بس المشكله انه بدها ما قلت لك المقاربه تكون متعدده دراية ووعايه واطلاع اكيد بالختام بدنا نشكرك دكتور دائما في معلومه جديده ومفيده معك شكرا كثير لك تسلمي الله يوفقك شكرا لك دكتور نوال صباح الخير لهون اكيد هايدي بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه بنفس التوقيت مع محطات عديده من دمشق للمحافظات السوريه دائما حصه كبيره برحلاتنا الصباحيه بتمنى مع نهايه رحلتنا الصباحيه نهار يحملكم الخير والرزق الكثير والانفراج وراحه البال لكل الناس يا رب اكيد بقيه نهار حلو لك يا نور وبقيه نهار حلو لكم مشاهدينا لا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت ومن هلا لبكره تبقوا بألف خير باي 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 باي